كان الحلم انه نحن نقدر نعطيهم وقت قد ما منقدر، لانه كلنا كأهل منحلم انه اول 5-6 سنين ما نفوتهم من حياة أولادنا، والوظيفة بتمنعنا، بس الوظيفة العائلية هي بتعطيك هيدا، بتحقق لك هيدا الحلم انه انت قادرة تشتغلي، قادرة تكوني عم تبتكري وعم تكوني فعالة بالمجتمع وعم تكوني productive، بنفس الوقت قادرة تكوني حتى أولادك حديك وعم بتحبيهم ويحبوك كل الوقت. الفكرة بلشت وقتها الكوفيد، وقتها كنا ببيوتنا، سو نحنا كنا عم نجرب، لأنه جوزي عنده هيك هوبي يشتغل بالخشب، كنا عم نجرب شوي نعمل قصص للولاد بالبيت، يعني قصص بتخليهم شوي يتسلوا بهيدي الفترة يلي كانت شوي دقيقة إذا فينا نقول على الأهل وعلى الولاد. كان عنا أتوليه هون لجوزي، يعني هو effectively أتوليه للبيت، نشتغل فيه قصص للبيت، وبهيدا الأتوليه عملنا نحنا أول كم برودكتس يلي هني ما كانوا برودكتس، هني كانوا غراض لبيتنا، وبعدين تحولوا وصاروا برودكتس للبيع. نحنا بالعيلة كنا عطول عنا مهنة الخشب، يعني أنا بيي وجدي كلنا مرسنا بمهنة الخشب، ومن هون يمكن طلقنا، وحالياً منتجاتنا عم بتزيد مع أولادنا، يعني كل ما يكبر أولادنا كل ما عم بيكتروا منتجاتنا، لأنه بنفس الوقت إحنا المنتج قبل ما يكون هو شيء كوميرشل، يعني شيء لقصص تجارية، المنتج هو لأولادنا يعني، وهيك عم نتصرف مع كل شيء عم بيطلع من عنا من هون، وعم نعتبر أنه كل زبوناتنا أو كل العائلة اللي عم تاخد من عنا، لأنه إحنا بنعتبرها عائلة أكثر ما هن زبونات، فعلياً هن عم نعطيهم منتج بالأول عم بيستعملوا أولادنا يعني. بلشنا اول شيء بمثل هيك تشير صغيره، بس التشير كانت هيك كتير سمارت، يعني فيها تو ليفلز، لانه نحن كان عندنا ولدين كنا عم نستوحي دائما منهم، يعني عندنا ولد عمره 2 سنين وولد عمره 4 سنين، سو هيدي الكرسي وقت عملناها وعملنا كمان ليرنينج تاور، وحسينا انه كتير هيدول التو ديزاينز نجحوا معنا، وما كانوا ابدا قصه هوايه، يعني بينوا كتير بروفيشنال شغل وكتير ستيبل وكتير جود كواليتي. نحن الخشب اللي بنستعمله هو بيرش بلاي وود، هو أكتر خشب سيف للولاد، ونحن بالستاندردز تبعنا بالتصنيع منلحق اليوروبيان ستاندردز يلي هن أكتر شيء بيشددوا على النوعية وعلى الأمان على السيفتي. سو هون منكون نحن عم نعمل برودكت، منعمله تيستينج أكيد فترة طويلة تنتأكد من هيدولي من الجودة من النوعية ومن قده هو آمن لولد يستعمله. بلشنا أنا ومدامتي نعمل كل شيء، يعني from A to Z، يعني من أول ما نبلش بتصميم المنتج لحالة، نجيب البضاعة للتصنيع للتسويق لكل شيء. مع الوقت بس تطورنا بلشت تنقسم الأدوار بحكم مهنة مدامتي أنه هي commercial و customer service، وأنا بخبرتي بالتصنيع والproduct design يعني تصميم الايتمز، اهتميت أنا بكل شيء technical، يعني سورسينج للماتيريال، يعني نجيب المواد الخام اللي عم نستعملها، لنعمل ريكروتمنت للشباب، نعمل تريننج، للتصنيع، للباكجينج، كل هاي البروسيس انا كنت عم بهتم فيها. بالمقابل مدامتي عم تهتم بالقسم الخدماتي اذا بدك تقولي، اللي هي يعني الماركتينج والكاستمر سيرفيس. تفاعل العالم كان صدمه لنا، لانه بلشنا بطريقة كتير عفوية، نزلنا أول برودكت كان هو الصدمة، وكانت العالم يعني مثل كأنه ناطرة حدا ينزل هيدا الشيء، وأول ما شفته مثل صار فيه هجوم علينا. نحن فعلياً هي أكتر مما هي مكان عمل، هي لايف ستايل، يعني أسلوب حياة. بالوظيفة العائلية أول شيء أنت ونحن بطبيعة بزنس تبعنا يلي نحن هيدا كان حلم لإلي، انه اقدر اعمل شيء يكونوا الوحي من اولادنا، يعني انا مش بس انا هدفي بالحياه اعمل بزنس بس لعائلتي او نعمل بزنس سوا، يكون الانسبيريشن هي اولادنا، يعني نستوحي من اولادنا، ناخذ من اولادنا ونقدر نخترع ونعمل قصص ونبتكر. من وقت ما فتح عيون الصبح
بكون شايفة يعني أولادي، بكون عم بستوحي منهم. يمكن أنا ما أكون عم بشتغل، بس أنا بكون شايفة بنتي إنه هي مثلاً هلأ عم تكبر، هي بحاجة لشيء معين، سو أنا بستوحي منها وبس قاعد أشتغل، بكون عم حط أفكاري، بس قاعد أعمل الأبحاث والريسورش تبعي، كمان بكون عم فكر بولادي. هيدا الحلو هون إنه دايماً ولادك هن center of attention. تنعكس دايماً انعكاسها إيجابي دايماً، يعني قليل تيكون في شيء سلبي عم بيصير من وراء هيدا الشيء، لأنه برجع بقلك السنتر هو الولاد، وبس يكون السنتر هو الولاد أجواء البيت بتكون كلها إيجابية. بما أنه نحن أغلب منتجاتنا هي لأولادنا، وحتى هني عندهم دور معين بكل منتج، يعني نحن الأفكار والآراء كلها منتشاركها، حتى الولاد بيشاركوا فيها. حتى أنا ما خبرتك إنه الاسم يلي نحنا سميناه لجواد وسوفي كان هني عندهم إمبوت فيه، مش لحالنا سميناه. يعني أوقات سوفي هي بتعطيني فكرة، بتقلي مام فينا نعمل هيدا الشيء، أنا شفتها شي مطرح. أوقات هي بتبتكر فكرة وكتير بيطلع معهم أفكار، نحنا منطورها منحسنها منشوف إذا لازم نعملها أو ما لازم نعملها، بس نتشارك فيه كلنا سوا بالبيت. نحن كل منتج بجربوه منشوف منأخذ الفيدباك تبعهم، ردة فعلهم، إذا ارتاحوا إنه عم بيستعملوه، حبوا هيدا المنتج. فكرمال هيك نحن وقت كبير من اللي منقضيه بهيدا العمل بيكونوا يعني العائلة كلها involved فيه، بيكون العائلة كلها لها دور فيه. فمن هونيكي اضطريت شوي ضحي مع عائلتي، ولكن مع الوقت الواحد يعني بيقدر يرجع يعمل توازن. العمل بمؤسسة عالية له كتير إيجابيات، حتى يعني ما في يقلك إنه بلاقي له سلبيات، كله إيجابيات. من ناحية المعنوية إذا أنا أو العائلة، يعني كل أم بتحلم تكون قادرة توفق بين عائلتها وبين شغلها، سو هون العمل الـ يعني البزنس فاميلي بيعطيك هيدا الأدج، يعني أنا قادرة أكون عم كون بروداكتيف، قادرة أشتغل لأنه هيدا شيء بحبه ما بحب وقفه ولا يوم، وقادرة أكون كمان عم بعطي وقتي لعائلتي. سو هون من ناحية الأم مع أولادها. إذا بدنا نحكي من ناحية المرأة مع جوزها، كمان كتير له إيجابيات، لأنه بكل بيت بيكون في أوقات ما بعرف إذا فينا نقول شوية تنشن، شوية قصص بين الكوبلز، وهذا شيء كتير طبيعي. نحن لأنه في الفاميلي بزنس ما في مشكل بيطول أكثر من 5 دقايق، يعني خلص هون بيوقف المشكل. ولكن هي ما بيمنع أنه في أوقات ساعات واحد بده يترك عائلته ويهتم بالشغل تبعه. أول فترة كانت يعني واحد بده يضحي شوي بالوقت مع عائلته. هلا نحن هدفنا اكيد نضل نحافظ على هيدي الاستمراريه لكانوا اولادنا كبروا. هلا نحن اكيد رح نحضر لهم هيدي البلاتفورم لاولادنا، وبس يكبروا هن عندهم حريه القرار، او بكفوا فيها او بيختاروا باث ثاني. فين انت بتعرفي انه بس يكون واحد عنده شغله الخاص بضل 70-80 سنه يعطي ومن قلبه.